اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على الناس المقيمين بطريقة غير شرعية، وشنو هما المخاطر اللي تعرضوا لها، وأكبر هذه المخاطر هو الترحيل. اليوم بالخصوص في الفيديو تاع اليوم راح نتكلموا على الإكسبولسيون دي بيرسون اون سيتوياسيون ايرغوليير ان فرانس، يعني ترحيل الحراقة وشنو هما المراحل اللي يمر بها الحراق او المقيم غير شرعي قبل ما يترحل، وشنو هما الحقوق تاعو. وايضا راح نحاولوا نشوفوا باي طريقه يمكن له انه ياخر ترحيله، او اذا امكن يعطل او يلغي قرار ترحيله. كل هذه الامور راح نحاولوا نناقشوهم في الفيديو تاع اليوم. اذا كان حبيتوا تعرفوا كل هذه المعلومات، ما عليكم غير تنضموا للقناه وتبارطاجيو لو ماكسيموم. مرحبا بالجميع.